في ظروف جد استثنائية ستجتمع الحكومة بعد ساعات من الآن بمنظمة الباترونة والنقابة العمالية في اجتماع ثلاثية، وذلك لجمع مقترحات العديد من الفاعلين في المجال الاقتصادي والعمالي والبحث في سبل النهوض بعدة قطاعات في البلاد. أعتقد أن هذه الثلاثية تضم يعني مجموعة مما لديهم، يعني دعنا نقول رؤية حقيقية لواقع الاقتصاد الوطني، ويعني تضم عدد كبير من الورشات بحيث أنها ستضم حوالي 12 ورشة وتشمل مختلف القطاعات، وبالتالي فقد يكون شاملة لمختلف يعني المتعاملين الاقتصاديين، ويعني لن تكون منحصرة على قطاع دون الآخر. ولكن في اعتقادي الخاص أن يعني أهم شيء هو يعني الخروج بيعني ورقة طريق موحدة. هذه الورقة الطريق تحاول أن تجد حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الجزائر. يعتقد الكثير من الخبراء أن ثلاثية غد ستختلف عن سابقاتها باعتبار أن الظروف والتحديات التي جاءت فيها هي ظروف وتحديات مغايرة، والأطراف المشاركة فيها مختلفة هي الأخرى. فهل تعد المؤشرات بادرة أمل أم تغيير واجهات فقط؟ في السابق تم اجتماع ويعني تم تحديد بعض الأهداف وتسطير بعض السياسات الاقتصادية، ولكن للأسف الشديد كانت تواجه صعوبات في التطبيق، وبالتالي في التحدي في اعتقاد الخاص يكمن في ما هي آليات تجسيد ذلك على أرض الواقع. هل يعني سيستجيب المنفذون لهذه القرارات ويقومون بتنفيذها مباشرة، خاصة بعدما يعني أوضح الرئيس في خطابه الأخير أمام الولاة بأن هناك فرق بين اتخاذ القرار وبين تجسيده على أرض الواقع؟ صحيح أن الملفات التي ستوضع على طاولة نقاش غد هي ملفات بالغة الأهمية، على غرار ملف إنقاذ المؤسسات الوطنية والبحث في سبل رفع الحد الأدنى للأجل المضمون والتحفيزات التي سينالها المستثمرون الخواص في مجال الفلاحة الصحراوية التي تعاول عليها الحكومة لتكون البديل الأمثل لاقتصاد الريع. لكن الأهم يبقى متابعة توصيات غد وإرفاقها في القريب العاجل بخطط عمل لتجسيدها على أرض الواقع.